مشاهدي نهارك سعيد ما فيش شك ابدا انه مصر بلد وقفت جنب دولة فلسطين او فلسطين بشكل كبير جدا على مر العصور او مر الزمن وما فيش شك ابدا ان كل المصريين بكل الطوائف بكل الطيارات كانت سعيدة جدا لما لقت ان الفصيل فتح او او حماس لما حصل لهم حاله توافق كده وهدوء نفسي وحصل صلح ما بينهم بعد ثوره 25 يناير كنا كلنا سعداء كل العرب كانوا سعداء ان هم الفصيلين هيبقوا ان شاء الله المفروض فصيل واحد في اتجاه العدو ما يبقاش في خناقات ما بينهم وبين بعض واوعوا حضراتكم تفتكروا انه اي حدث بيحصل في اي دوله عربيه وخصوصا مصر ما بيأثرش بشكل او باخر على دوله عربيه اخرى بمعنى انه لما حصل ان النظام السابق سقط فجاه لقينا فتحوا حماس بقوا فصيل واحد تقريبا وبيبصوا بعض وكله تمام وان شاء الله زي الفل هو حضراتكم تفتكروا انه اي مشكله ممكن تحصل في اي بلد عربي ما تاثرش على جارتها البلد العربيه الثانيه هنفهم اكتر اللي انا بقوله مع ضيفي اللي مشرفني ومنورني في الاستوديو الاستاذ سعيد كمال اول سفير لدوله فلسطين بالقاهره سابقا صباح الخير يا فندم صباح الخيرات حقيقة. منورنا حضرتك الله يخليك حفظك. كلنا كان عندنا حاله امل وكلنا كان عندنا حاله بهجه بثورة 25 يناير وزادت أكتر وأكتر لما عرفنا بعد ثورة 25 يناير أنه حصل صلح ما بين حماس وفتح طبعا بمجهودات المخابرات المصرية ومجهودات مصر بشكل أو, بشكل أو بآخر طبعا هو إيه اللي حصل ما بينهم حضرتك؟ ليه رجعوا تاني يتخانقوا؟ هي عايزه اطباء نفسيانيين يروحوا غزه ويروحوا الضفه الغربيه ويدرسوا الحاله المزاج السياسي لهذه القوه وتلك انما المتضرر في النهايه هو الشعب الفلسطيني من طبعا. هذا الانقسام الذي وقع عام 2007 وسبعه مهما سقتلك من اسباب واعذار ايه اللي حصل بعد ما ادرك الجميع بعد ثوره 25 يناير ان هذا اللقاء الذي تم في مبنى المخابرات العامه بين حركه فتح وحركه حماس بجهود مصريه فعاله وبتوافق بين فتح وحماس باركه كل من الاخ الرئيس ابو مازن والاخ خالد مشعل وصفه رئيس المكتب السياسي لحركه حماس كان حضورا قويا خلينا نقلك من شويه من يومين كنت في زياره للمملكه العربيه السعوديه سمعت الكلام اللي قال لك مش بس كده من ايام مكه جم واتفقوا وبعد يومين ثلاثه بقى الحكايه رجعت حليمه لعادتها القديمه للانقسام الانقسام ثم مصر متواصله ما وقفتش عند مكه كانت قبل مكه واثناء مكه وبعد مكه وهي تواصل الجهد تلو الجهد وخلق كل الاسباب والمبررات مما اسرع عمليه المصالحه اللي هي 4 مايو م. 2010 نعم اعتقد كانت 2010 آه كانت هذه المناسبه في ظل المناخ العربي كله في ظل الثوره المصريه التي قامت نعم. في ظل هذه التغيرات التي وقعت في ظل المناخ النفسي في العالم العربي كله بلا استثناء آه اسرعت حركه فتح مع حماس لايقاع عمليه المحاصر. التي كان قد وقع عليها بتاريخ سابق قبل قيام الثوره المصريه. عظيم الان قطر وارادت ايضا انها تدلي بدلوها في المصلحه فسمو الامير قطر عن طريق احد الاخوه الفلسطينيين الذي له علاقات طيبه مع القطريين وهو في ذلك تمام لعب دورا ايجابيا بانه يقول وانا في حلم ذكر ذكرت في الاخبار الاسماء نعم. هو الاستاذ باسل العقل كويس. يعني قام بهذا الجهد وسمو الامير اندفع نحو هذه المصالحه واقنعوا على ان يكون السيد رئيس السلطه الفلسطينيه رئيس منظمه التحرير هو رئيس الحكومه عظيم. انا مش قادر افهم الصوت اللي طلع من غزه النشاز لا ده مخالف للنظام الاساسي وبعد عندنا نظام اساسي تحت الاحتلال ايه ايه الفبركات اللي طلعت لنا بعد اوسلو دي مم. نظام اساسي و... طب ما كان في نظام اساسي ايام الانتداب البريطاني لفلسطين. نعم. وكان في دستور وفي كان معارضة وزي ما و... كان النظامين في فلسطين كان مجلسية ومعارضة يعني حزب الحكومة وحزب المعارضة. كويس. يعني احنا ما منقطعين من شجرة. أنا مش قادر أفهم نقول النظام الأساسي بيخالف، إذا هي تلكيكة. لا اكثر ولا اقل، ربما متفق عليها ربما مش مختلف الاحداث حتشير الى ذلك وانما بقول بكل صفاء الله يعين الاخ ابو الوليد خالد مشعل عما وقع له من مخالفه في غزه على لسان الاخ محمود الدكتور الزهار وغيره م. وكان هنالك فريق لا يريد هذه المصالحه لان ظروفه ومصالحه النفسيه حتتضرر م. وكذلك الامر تلقفها ايضا اخرون م. بس بشكل مهذب وبشكل اكثر لباقه وبشكل اكثر م. ود في الحديث في رام الله واعتقد يعني حضرتك أعتقد اكمل بس دي وبعدين اسمع واعتقد ان العلاقه الشخصيه م. بين الرئيس ابو مازن والرئيس أه خالد مشعل الذي نتمنى له ان يواصل مهامه في حركه حماس نعم. علاقه قويه جدا وهو ما نتج عن هذا اللقاء الذي تم مؤخرا م. في بين القاهره ثم الدوحه تمام يعني حضرتك بتقول لي انه الفصيلين المسؤولين عن الفصيلين هم حبايب طبعا تمام انما في مصالح اخرى من الطرفين م. موجودين في الفصيلين مش عايز يتحل المشكله اللي ما بينهم طب هم عايزين ايه يعني عايزين يفضلوا في الخناقه دي؟ هل هم عايزين الدوله الفلسطينيه ما تقومش مثلا؟ هل هم عايزين اسرائيل تفضل محتله فلسطين؟ هم عايزين ايه؟ كل اسئلتك دي بيجيب عليها الواقع الحالي، نعم. هم المعارضين لهذه الفكره، فكره المصالحه، فكره سياسة آه. الحكومه وبقاء الحال ثم اشتد من خلال اليومين الماضيين اشتدت التصريحات المتبادلة النارية لا أدري واضطرت مصر أن تصدر بيان توجه الطريقين إلى أين أنتم ذاهبون يعني بدنا نفهم يعني مصر إلى متى ستظل هذا بيان المصري الذي صدر من خلال يومين نعم إذا وأنت بتسأل نفس السؤال وهو سؤال المواطن المصري والمواطن العربي عموما في كل مكان إلى متى إلى أين مودينا فين أنتم بعدين يعني بصراحة يمكن أنا في حرج أني أنا أقول رأيي الشخصي إنما أنا بقول لك آه هذا الامر آه بيحتاج الى آه معالجه جذريه خارج اطار التنظيمين، هنالك تنظيمات صغيره اقوى بكثير تاريخها وموجود وهي موجوده على الارض الفلسطينيه، فلنبدا بهم م. فلتبدا مصر بهم يعني اذا كان الفريقين بدهم يضلوا طيب. مغلبين مصر ومغلبين العالم العربي ده لا واحد، الثانيه هم مغلبين مصر هم مغلبين نفسهم وشعبهم هم هم شعب فلسطين. هم هم فلسطين. ده آه. شيء طبيعي اني بقول آه. كده انما آه. انا بقول يعني في النهايه الجهة التي تقوم بهذا العمل اليومي نعم اللي اطعم من كل وقتها رغم رغم ان في هنالك مسؤوليات داخلية تفوق الان م. الذهاب الى القضية الفلسطينية م. رغم ذلك م. ورغم كل الاوضاع الداخلية في كل بلد عربي بتعيق انه يدخل المسؤول في كل بلد لكي يمارس مسؤولياته يعني تالي. مصر بتمارس مسؤولياتها حتى اليوم طبعا لكن بدأت تضيق ذرعا يعني لا. البيان واضح ما يعني وانا طيب. طيب. بديش افسر الموقف حتى لا ي... حتى لا يصير في سوء فهم، يقول طيب. سعيد كمال اه لا يكون حتى قال له أقول الكلمتين دول، لا ما حدش قال لي طيب. انما انا بقولها كمواطن فلسطيني طيب. المواطن الفلسطيني كفر طيب. بهذا العند والعناد كفر بكل هذه القضايا التي م. اصبحت ممجوجه وشوف شباب غزه بيقولوا ايه تمام اهو أنا دلوقتي عنوانه اهو بيقول شباب غزه الذين ينتفضون الان بيقولوا حياتنا تساوت بالموت في غزه نعم دول اللي يدعون الى مسيره احتجاجا على بقاء الانقسام احتجاجا على الازمات ده. التي ولدت من الانقسام هي ازمه الكهرباء ازمه الوقود ازمه الرواتب ازمه يعني عظيم طيب بعد اذن سيارتك. وطبعا لا ننسى دور الاسرائيلي آه. في هذا الإسرائيل مية في ده هم اسعد ناس في في المنطقه انه يبقى في خلافات وما يبقى فيش ما يبقاش في استقرار في اي بلد عربي اساسا سؤال دلوقتي حركه حماس المفروض ان هي تتبع الاخوان المسلمين صح ولا انا غلطان من رحم الاخوان المسلمين هي. من رحم الاخوان المسلمين تتبع. هي خرجت من رحم الاخوان المسلمين خرجت من رحم الاخوان المسلمين ولكن تعتبر اخوان مسلمين طبعا صح؟ تمام. المصالحه حصلت بعد سقوط النظام السابق في مصر. تمام؟ وخروج واخذ نفس عميق للتيارات الاسلاميه في مصر. نفس عميق للتيارات الاسلاميه في مصر. سؤالي ممكن يكون كثيرين ما يعرفوش طالما هم اخوان مسلمين ايه علاقتهم بايران اولا عايز اصحح شويه كده في سياق التاريخ للمصالحه يا ريت المصالحه بدات 2005 يعني عظيمة. قبل الاحداث لكن زادها زخما ايوه المناخ طبعا وال... لما شموه ش... يعني شمينا نفسنا يعني ش... او يعني شموا نفسهم آه يعني يعني واكثر دليل على ذلك هذا آه. الجمهور الذي زحف الى سفاره اسرائيل بهذا الشكل تمام المطرفي. يعني تمام باطن. آه بغض النظر عنها كانت يعني فوضى ولا م. ما كانت فوضى م. انما كانت لحظه انفعال لحظه وقوف مع استشهاد خمس آه آه ضباط مصريين على الحدود م. المصريه مع فلسطين تحت الانتداب اذا بدنا نقول التسميه الصحيحه مع الاحتلال يعني عظيم آه الاخوان المسلمين لهم آه تاريخيا لا يوجد لهم فرع في ايران مم. اولا مم. لهم في كل البلاد العربيه مم. المنشا كان مصر مم. سنه 1928 مم. في فلسطين وانا كنت شابا صغيرا في المدارس مم. كنا نذهب الى كل الاحزاب لنستمع الى رؤيتهم كيف تحرير فلسطين نعم انا طبعا في في عام 55 و56 و57, و57 الى ان وقع حرب السويس ونحن نسمع أن الإخوان المسلمين شعارهم آه تحرير فلسطين كل فلسطين. كويس آه الإخوان المسلمين آه لهم علاقات خارجية. تمام منها إيران. إيران أيام الشاه كان مغضوبًا عليها 100% بعد مركز الشاه صار في تحلحل صار في حزب في لبنان في حركة الإخوان المسلمين في لبنان تمثلت في حزب الله. في حركة إخوان المسلمين في سوريا سواء داخل سوريا أو في المهجر كويس للسوريين في كمان بفلسطين حركه الاخوان المسلمين في فلسطين وبالتالي عندما نشات حركه حماس من رحم الاخوان المسلمين في فلسطين لا مانع ان يكون لها علاقات مع ايران زي ما لها علاقات مع اي دوله عربيه او دوله في العالم في سويسرا عندهم علاقات مع سويسرا <applause> <applause> اذا ليس الهاجس اللي <applause> انت سالتني فيه انهم هم فرع من ايران او مش فرع من ايران لا هم عندهم <applause> علاقات مع ايران لهم هذه العلاقه لها صفه يفترض أنها صاحب إرادة سياسية يقول لإيران نعم ويقول لإيران لا. نعم. إنما في إطار الحزب الواحد هناك مشاورات، هنالك حوارات، هنالك أساليب تنظيمية وفي أساليب هيكلية بتتخذ فيها القرارات وهي حركة الإخوان المسلمين سواء المحلية م. أو الدولية. عظيم وأعتقد أنا ليس هنالك هيمنة وسيطرة من إيران على حركة الإخوان المسلمين في أي فرع في العالم العربي م. بما في حركة حماس. آه. انما حركه الجهاد الاسلامي آه. لا، هي حركه في لها تكون علاقه مصلحة؟ استراتيجيه، علاقه استراتيجيه وتحالفيه آه. مع النظام الايراني. عظيم. لكن في مصلحه ممكن تكون ماديه بشكل او باخر. آه ليه لا طبعا. صح؟ ما فيش شروط طبعا. وهي دي السياسه. اه وهي دي السياسه. يعني حركه فتح كانت بتتلقى آه. المساعدات دون ان يكون عليها شرط. حلو. يعني سؤال يعني سؤال بعد اذن سيادتك خطر في بالي دلوقتي. م. احنا عندنا اليومين دول حضرتك طبعا متابع الاحداث اللي بتحصل عندنا وانه مشكله الدستور وانه احنا عايزين نوضع الدستور المصري الجديد اللي هنعيش عليه باذن الله تعالى إن شاء الله. وفي خلاف ما بين التيار الاسلامي اللي هو الاخوان المسلمين والسلفيين او الحريه الحريه والعداله والنور بمعنى اصح على وضع الدستور وقد ايه هم متمسكين بان هم اللي يحطوا الدستور وحصل الى حد ما خلاف ما بين المجلس العسكري وما بين الناس اللي في مجلس الشعب والشورى اللي هم عايزين يحطوا الدستور. تفتكر ده هيأثر على القضيه الفلسطينيه؟ شوف أي خلاف استراتيجي آه. في أي بلد وخاصة بلد محيطة بفلسطين تحت الاحتلال. تمام. أي خلاف استراتيجي داخلها بيؤثر سلبا وهي في مقتل للقضية الفلسطينية. طبعا هذا خلاف الذي ذكرته أنا أشخصه بأنه خلاف استراتيجي لابد من الإسراع بحله حلا يتسق ويتفق مع التاريخ والحضارة المصرية لأنه الهيمنة دائما بتضر اسأليني أنا حزبي أنا م. عملت في أحزاب حزب الحركة القومية العرب م. عمري ما حبيت أن أكون أنا مهيمن رغم أن أنا أغلبية أبدا في اي تنظيم فلسطيني نقابي اتحاد طلاب اتحاد عمال اتحاد مرأة اتحاد فنانين ثم منظمة التحرير الهيمنة بتضر الهيمنة والسيطرة صدقني وانا ما بقولهاش كنوع من النقد انما بتضر وتضر صاحبه ولا ساعة ندم وانا لا اقول هنا لابد انه يعني نعمق الخلاف في الاعلام انا يعني انا مواطن فلسطيني عايش في مصر بقى لي 50 سنه 55 سنه طبعا نعم. وبالتالي يعني بدلي بدلو من باب عدم التدخل من شؤون الداخليه ولكن النصيحه، والنصيحه هنا من حقي ان ادلي بها، ربما تكون نصيحه ذو فائده وربما نصيحه ما تفيدش، انا بشوف انه هذا الخلاف بيؤثر سلبا على القضيه الفلسطينيه وعلى المصالحه الفلسطينيه استمراره يعني انا محتاج اقعد مع سيادتك اكثر واكثر لكن وقت انتهى بتاع الفقره لان في عندي ضيف ثاني عندنا ضيف تاني الاستاذ سعيد كمال اول سفير لدولة فلسطين بالقاهرة سابقا اهلا بيك وشرفتنا ونورتنا انا بالمناسبة نسيت اقول لك حاجة اه ارجوك في خبر مهم ايوه مصر ادت قطعة ارض في التجمع الخامس لسفارة دولة فلسطين عظيم سياتي الاخ الرئيس ابو مازن يوم اثنين بالشهر لوضع حجر الاساس نعم لمبنى هذه السفارة التي ان شاء الله سوف ينتهي والاستقلال قد تم على ارض فلسطين لكي نسمع كلنا ونحتفل جميعا الشعب المصري والشعب الفلسطيني في هذا المبنى الذي يوثر يعني الاخاء والعلاقه الوديه الاستراتيجيه بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني سياده السفير نورتنا يا فندم وشكرا جزيلا لحضورك ايضا نشكر فكرة بركات الفرق كان له دور مهم جدا وسفير فلسطين ودعاني لنحضر هذا اليوم شكرا لحضرتك فاصل وراجعين حالا